جدا الدورة اللي تلقيناها في صحة البيانات وصحة الاستقصائية، على اعتبار انه اليوم ضروري بالنسبة لي وسائل الإعلام التقليدية أن تلقى مجالات جديدة باش تواجد فيها من خلال المنصات الإلكترونية. اليوم كيفاش نجمو نجدو أنفسنا، كيفاش نجمو نتطوروا مواكبة للعصر باش نعطيو الخبر في صورة جديدة، نخليو الأرقام ناطقة، نحكيو دي ستوري تيلينغ، قصص مهم برشا انه تساعدنا في العمل نتاعنا اليوم في مختلف وسائل الاعلام. والحقيقه بالنسبه لي انا فرحانه برشا اني شاركت في الدوره هذه، سي اون انيسياسيون، هي مدخل فقط، في انتظار ان شاء الله نزيدوا ندعموها اكثر في قدم الايام. صحافه البيانات حاجه مهمه جدا مع الصحافه الاستقصائيه، نظرا انه ما عادش نجم نقدم ماده اعلاميه بدون دلالات، بدون معطيات، بدون بيانات نستند عليها معناها. وزيد الصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات مرتبطين ببعضهم على الاخر ارتباط وثيق. الدورة هذه مكنتنا ان نفهموا الارتباط هذاك، صحيح انا عندي تكوين مسبق فيها وعندي دراية بها، اما انه تزيد تتعمق فيها وتزيد تتمكن منها فانه حاجة باهية مع اعتماد مختلف الوسائل اللي تنجم تقدم بهم البيانات هذوما باش تسهلها للمواطن اللي ما يعرفش كل شيء، فانها دورة مفيدة جدا لجميع الصحفيين. هو مشروع جاي من 2021 بشراكة بين نقابة الصحفيين التونسيين ومنظمة ريبوس، بدا من 2021 كما قلنا، وهو عبارة على سلسلة من دورات وحملات تحسيسية، وبعث زاد منصة تونس تتحرى ضد الأخبار الزائفة. فوالا اليوم الاختتام تاع دوراتنا عام كامل، وحنا نعمل في الفورماسيون كما تشوفوا، وان شاء الله في بروجيات اخرين. الدوره هذه هي سيتا كروازمون بين صحافه الاستقصاء وصحافه البيانات. نعرف اللي العالم كله ماشي في اتجاه ليتيليزاسيون نتاع البيانات، سواء في شبكات التواصل الاجتماعي ولا في اي حاجه تخلقت دي باز دو دوني كبار في العالم، واللي لازم الصحفيين يكونوا من اكثر الناس اللي يستغلوهم، لانهم باش يلعبوا دور الانترميديير بين لي باز دو دوني هذوما المعقدين وبين عموم الناس اللي يحبوا يفهموا شنو يفهموا. دونك بالنسبه للصحفيين تو خذي لي كومبيتونس نيسيسير باش يعرفوا لي باز دو دوني هذوما شنو جربت الموجودين، كيفاش ياخذوا منهم لي دوني، كيفاش يصنعوا منهم قصص صحفيه قادره انها تعبر وتؤدي المعنى للناس، وفي الختام كيفاش يستعملوا دي زوتي نتاع داتا فيزواليزاسيون باش يصوروا قصص جيده وجميله توصل للناس. هو من المؤكد انه هالدورات هذه نسميوها معناتها فتحان شهير، ولكن من المؤكد كذلك انه ماهيش نقف عند الحد هذايا، سواء نحن او غيرنا لازم يجيو دورات اخرين معمقين وطويل باش يكون فيهم براتيك اكثر، وباش لي كومبيتونس ولي سكيلز اللي تعرفوا عليهم في الدورات هذايا يتم استعمالهم في المستوى التطبيقي، وبالتالي تغيير الواقع الموجود وتطوير قطاع الاعلام نحو الايجابي ونحو الاحسن. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.